ميسا، رجل أعمال وبقالي عايش في الغردقة فوق السبع سنين. سؤالي لحضرتك، أنا هنا ليه؟ أنا أسفة. تستعجلي في الاعتذار؟ أنا اللي دخلته بيتنا وحياتنا ده عشان يدي مراتي اللي ما قدرتش أديهولها. للدرجة دي شايفني شطان يا لؤي؟ أنت طماع وأناني. وأنت ينفع تسامحيني؟ أنت وإيناس لازم ترجعوا لبعض. نعم. أنت مجنون يا يوسف. ده أنت الوحيد في العالم ده كله اللي مستحيل أذيه أو أحرق قلبه. هو أنت ليه مش قادرة تفهمي إن الطلب ده طلب نغم مش طالب أنا؟ وربنا محلل لنا أربعة، وأنا أصلاً مش عايز أعمل كده. إذا كل مرة بتحل المشكلة بمشكلة أكبر. إيلانا وإيناس ورانيا. أنا ورانيا اتفقنا إن إحنا نتقابل من وراكي ونعمل عليكي خطة عشان أنت بنفسك ترفضيها، فقامت هي حطت الصور بتاعت الفيسبوك دي والحاجات دي كلها. القائد الكبير بيفتح لي الباب بنفسه كتير والله. امال فين اخونا الصامت القامط؟ ادخل وانت ساكت. يعني ما سلمش على عم المجره؟ انت عايز ايه يا بنسل؟ انت مش اعتذرت عن الشغل خلاص؟ لا يا باشا، انا ما اعتذرتش عن الشغل، انا اتضربت بالنار، انا كنت هموت. هو لؤي ما حكالكش ولا ايه؟ لا حكالي، بس زي ما انت ما بتقول اهو، ما حصلش حاجه. قرد واقف قدامي. لا، ما هو ما حصلش حاجه وربنا ستر، بس كلفني كتير قوي يا باشا. باشا دي عمليه وعلاج في السر، بالك انت لو رحت اي مستشفى بلاش مستشفى، مستوصف، عياده صغيره، ما كناش هنخلص. سين وجيم بقى وقلق كتير. باشا انا ابن ناس، عمر ما حد علم عليا حتى ولو عسكري شطرنج، يعني مع اول قلم كنت هقرب كل حاجه بصراحه. انت جاي تبتزني بقى؟ اهو ده كلام ابيح يا باشا. انت عايز ايه يا بنسل؟ عايز اعيش يا باشا، احنا مش داخلين الشغلانه دي عشان نعيش. اخد بقيت حسابي بقى. انت كان واصل لك مني 6000 دولار، يعني باقي لك 4 مش كده؟ مظبوط. ماشي. عين الشغلانه لسه ما خلصتش. لا يا باشا، الشغلانه دي ما خلصتش، دي مش بتاعتي، دي بتاعتك انت. اتفاقي معاك كان واضح وصريح، تدخلني وتخرجني بامان. ضرب نار بقى ودم كلام ماليش فيه. انا من الاخر كده يا باشا، عمري ما اثر في اداء واجبي المهني. انت اللي ضللتني يا باشا. ضللتك؟ عاوز كام يا بنسل وما اشوفش خلقتك تاني؟ اصابه في الكتف اثناء تاديه الواجب، الجو كان بالليل، مش عارف يعني. باشا بيتهيألي ما تقلش كده عن 5000 دولار، وربنا ما بقيت بطيء العمله المحليه. تصدق بالله الديلر بتاعي ما بياخدش مني مصر دلوقتي. يعني انت عاوز 5000 دولار فوق الاربعه اللي انت لسه واخدهم دلوقتي؟ بالظبط يا باشا. ماشي، اديني ثانيه واحده حبيبي. كريم وايدك فرطه وربنا حبيبي يا باشا. اللي بيعملوا كام بقيه دول؟ انا بفكر في حاجه، بفكر ما اطلعش من الاول بالكاميرات والمعدات والحاجه. مش فاهم يعني، عايزه تطلعي لوحدك انت الاول؟ في خطر طبعا انك تطلعي لوحدك، انت مش شايفه الناس دي اشكالها عامل ازاي؟ ناس مين يا ابني؟ انت مش بتقول شهد لوحدها في البيت؟ انت مش متفق كده مع فرفوش ولا ايه؟ انت شكلك مش واثق فيه. حتى لو واثق دي ملهاش علاقه. امال انا جاي معاكي ليه؟ طب استنى افتح الباب. اخبارك ايه محمود؟ الحمد لله. زحمه ودوشه تليفونات وحاجه زفت يعني. شادي فاكره؟ اهلا شادي، صباح الخير. صباح الخير. ازيك؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ صممت تيجي برضه؟ يعني
مفيش حاجه، كان عندي مشوار الصبح للبنك عشان الشركه، بس يوسف اجله لبعد بكره، فقلت استغل الفرصه واجي اتفرج عشان ما تبقيش لوحدك كمان. باشا ولا انت قلقان انها تبقى لوحدها؟ فما تقلقش، هي حاله مع عبد الراجل 10 ولا ايه حاله؟ لا لا انا ما اقصدش كده طبعا، اكيد يعني، بس يعني لو وجودي مش في الخطه انا ممكن امشي عادي يعني. لا بالعكس يا محمود، ده انت جيت في وقتك، حلت لنا مشكله بجد. اصل شادي خايف ان انا اطلع عند شهد لوحدي. شكله مش ضامن اللي اسمه فرفوش ده. انا ما قلتش ان مش ضامن، ومفيش اصلا مشكله يا حاله. خلاص يبقى ممكن كده شادي يقعد ستاند باي مع الكرو برا الحاره، وانا وانت نطلع لشهد. عظيم جدا. تمام. هو فعلا عظيم جدا. على فكره انا عينت الحاره بجد. فلما نروح يعني هنبقى عارفين اماكن نخش فيها وكده. ف ولا يهمك اي حاجه، ميرسي قوي ان انت جيت. لا لا تحت امرك. بلاش اسئله مستفزه يا ايناس. يعني ايه يعني عايزه القاضي حق مع بنتي وما بقاش جنبها؟ ما انت تتكلمي عدل عشان اعرف اسمعك. بقول لك ايه اقفلي، انا مش طايقك اصلا. اقفلي، محروق دمي منك. سلام. مالك؟ نعم. ميرسي على الموبايل. العفو. اهدى بقى. مش فارقه، جاهزه؟ جاهزه، بس انا عايزه افهم. من حقي انا بني ادمه ومن حقي اني افهم. احنا الاثنين مش هينفع نعيش حياتنا متهددين، يعني لازم نخلص من راغب قبل ما يوصل لنا ويخلص علينا. انت بالنسبه له خاينه، وانا بالنسبه له الواد اللي جندك. مش احنا متفقين على كده ولا ايه يا ريهام؟ يبقى خلاص هنعرف هنخلص منه ازاي لما نروح المشوار بتاع النهارده. هنقابل مين؟ مش وقته، كل حاجه هتعرفيها في وقتها. وبعدين انت مش بتثقي فيا ولا لسه بتشاوري عقلك؟ وحتى لو بشاور ما عنديش اوبشن تاني. اسمعي كلامي وانت مش هتندمي. وعد؟ وعد، يلا. صحيت يعني يا عم الحقنة؟ طب اسمع بقى، اللي انا عايز اتكلم معاك فيه لطك قبل ما يلطني. المهم انا دلوقتي رايح معاك بسرعه كده. ماشي، يبقى كده يبقى في وقت عشان اجهز براحتي. انا بكلمك عشان كده، المفروض ان انا مش هاخد وقت في الميعاد ده اكتر من ساعه يعني، بعديها لازم نتقابل على طول. خلاص ماشي، يبقى انا كده مستني مكالمتك. ماشي، اهم حاجه وانت جاي تقابلني تسيب تليفونك في العربيه وانت نازل. في فيديوهات تانية؟ لا، هما التلاتة دول. يعني تامر سيرفر عنده الفيديوهات دي؟ المفروض. فرفوش اخوكي قال كده. حرص ابويا. تعرفين ابويا لو شاف الفيديوهات دي هيجراله ايه؟ ده هيروح فيها، مش بعيدة يقتلهم هما الاتنين، يعني رايح. لا بصي، احنا عشان باباكي ما يعملش كده لازم الموضوع ده يتحول يبقى قضية رأي عام. قضية رأي عام ايه بس يا أستاذة؟ أنت عايزانا اتفضح وافضح أبويا معايا؟ بصي يا شهد، دلوقتي لو السيرفر شم خبر إن احنا اتكلمنا مع فرفوش هيقلب الدنيا ويعند ويعمل اللي في دماغه. والفيديوهات دي بدل ما هتبقى على الكمبيوتر بتاعه هتبقى على النت، واللي ما يشتري يتفرج، يعني هتبقى مصيبة. دلوقتي الكلام اللي احنا أخدناه من فرفوش على الكلام اللي احنا هنصوره معاكي، لما يوصل للبوليس هيعرف يشوف شغله ويعمل خطة يوصل بيها للسيرفر من غير ما يحس. ما الفيديوهات معاكي وعلى تليفون فرفوش كمان. لا، النسخة اللي معانا دي هنفرجها للبوليس من على الجهاز بتاعنا علشان يعرف هو مطلوب منه ايه، وبعد كده اول ما هيقبض عليه هيبقى ملهاش اي لازمة معانا خالص. يعني هتعرفوا تمسحوها؟ انا هخليكي تمسحيها بنفسك. طب واللي على تليفون فرفوش؟ طبيعي البوليس هيصادر كل الأجهزة اللي في السايبر وكل التليفونات اللي موجودة هناك، ده حقنا، احنا هنطلب كده على فكرة. وساعتها كل الفيديوهات اللي على الأجهزة هتبقى تحت إيد البوليس، يعني مفيش ولا فيديو هيتسرب، كأنه ما تصورش أساسا. لا يا لينا لا يا لينا، وقلنا هنرسى ولا احنا رسينا البيس السنترفيشة ما بين إيديك يا فرفوش.
حبيبي. عملت ايه في اللي اتفقنا عليه؟ تمام. تمام اللي هو ازاي يعني؟ كلمتها، حددت ميعاد مع ابوك. يا ابني الكلام ده ما يتاخدش قفش كده، انا جبت معاه سكه ما تقلقش. سكه؟ وجابت معاك سكه؟ اسمع فرفوش، هات اوعى ايدك. في ايه بس؟ اسمع فرفوش، انت تطلع تقول لها كلمتين تعقلهم، اسمع انا الكلمتين اللي انا عايزهم، تضرب الضربه بتاعتك براحتك. طب اضرب وهنطلع لها؟ لا لا، اطلع لها دلوقتي. مش هينفع. مش هينفع ليه؟ عندها ضيوف. ضيوف مين يا ابني؟ انت مجنون؟ اطلع قول لها قدام ضيوفها دلوقتي، احسن ما فضحتها تبقى قدام الدنيا كلها كمان يومين. يا ابني عقل يا ابني، اطلع رازي اختي قدام الضيوف يا ابني انت. ما انا قلت لك هنقوله تاني، رازيها دلوقتي قدام الضيوف، احسن يا فرفوش ما تترازى قدام الدنيا كلها في الحاره. ماشي. يلا حبيبي. هحط حاجه على جدتي واجي لك. اتفضل يا بطل. المهم انا جاي لك عشان موضوع الفيديو. ده فعلا موضوع مهم. قول لي، هو تتأكدت ان الفيديو ده اتمسح من عند راب فعلا؟ اتأكدت يا يوسف، بس انا عايز اقول لك على حاجه، انا متاكد ان انت مش هتصدقني، انا ما عملتش اي حاجه مع ريم. عيني في عينك كده يا ادي كداب. والله العظيم ما عملت اي حاجه. انا عايز اقول لك ان الفيديو المتصور ده جزء هي كانت بتحاول تعمل حاجه وانا رفضته وسبتها ومشيت. بصراحه بقى لو هي دي الحقيقه يا مالك يبقى احترمك، بس اكيد بقى منظرك قدامها بقى وحش قوي. اهم حاجه دلوقتي ان حياتنا متسجله صوت وصوره عند ادم، احنا مش عارفين هيعمل ايه بالحاجات دي. احنا لازم نجيب الماتيريالز دي يا يوسف، ولازم نتاكد ان هو ما عندوش منها كوبي. طب بقول لك ايه، ريهام متلقحه فين دلوقتي؟ ليلة في عربيتك مستنيانا هناك. مش يلا؟ يلا. لازم تطمني وما تقلقيش خالص، احنا معاك. ايه ده، انت قلت لشادي يتحرك ولا ايه؟ يا نهار اسود، مين؟ ايوه شادي افتحي، انا حمدي. الله، هو مش المفروض قاعد بيراقب الحاره؟ مش عارف. حاضر، بس احط حاجه على جدتي. خلصي. انا وضعي ايه؟ هعمل ايه انا؟ مش عارف. تعالي تعالي معايا. لا خليك انت. حاضر. سلام عليكم. الله، ازيك يا فنانه؟ ازيك يا سيرفر. ازيك يا سيرفر؟ ما تتكلم ابو نسب، ايه اللي جاب كوبايه المانجا لقفص الفراوله بتاعي؟ انا صحيح فنانه يا شاهد، طلعت من عينه سندس ولا ايه؟ تطلع ايه سندس دي الاخرى؟ واحده مالكيش دعوه بيها خالص. انا مش جايه النهارده عشان سندس. امال جايه ليه؟ جايه عشان شاهد. يا قلبي. وبعدين كويس ان انت جيت، لان الموضوع يخصك انت كمان. وما دام الحكايه فتحت قوي كده يبقى ملوش لازمه اللف والدوران. تعالى يا محمود. محمود مين؟ الحنش. ازيك يا حنش؟ الحنش بقى كان بيعمل ايه في اوضه النوم بتاعت البت بتاعتي؟ قايل لك في ضيوف. ضيوف ايه يالا؟ على فكره طريقتك دي مش هتجيب سكه معايا خالص. امال ايه، احنا هنا اللي ياكل معاكي ويجي معاكي سكه؟ اقول لك انا السكه ايه؟ هتهدى وتسيب البتاع اللي في ايدك دي وتتكلم زي الكبار، ولا مالكش في الكبار يا سيلفر؟ وانا خلفت غير الناس الكبار. حلو، اقعد نتكلم زي الناس الكبار. انا اقول يا باشا، الكبار بيقعدوا على انهي وضع؟ على وضعك يالا. تمام. أنا سبت فدرة وسبت معاها إحساسي كبني آدم، خلتني يائس من الحياة، مجرد إنسان مضطر يعيش ومستني الموت. كل اللي بيعمله البني آدمين مبقاش ليه أي معنى، لا كلام ولا إحساس. هي ياسمين هتوصلك لنفس النتيجة، لأنها برضه عمرها ما هتكون معاك، بل بالعكس انت حبيتها وانت متأكد وواثق انها بتحب يوسف ولا يمكن تستغنى عنه ولا لحظة.
هتفرق في ايه بقى؟ هو هو نفس الوجع بس مش هي هي النتيجة. تفرق كتير انك تبقى يائس من الحياة او تبقى يائس من ظرف، مجرد ظرف. يعني حب ياسمين ليوسف كان ظرف، هو لو ما كانش موجود كانت الحياة كانت هتفرق كتير. لو هنتكلم بقى عن الحياة، فياسمين خلتني أصدق إن في حاجة اسمها حب، يعني في حياة حتى لو ما كانتش معاها، بس كفاية إنه موجود. خلتني موافق أعيش مش مضطر، زي إحساسك كده لما لقيت ندى. بس ندى كانت بتاعتي، عاشت وماتت وهي حبيبتي. أنا قصدي إحساسك لما لقيتها، فكرة إنك تبقى عايش عشان شخص وتحاول تغير من نفسك عشانه. أنت طلبت مني إن أخلي ياسمين تبدأ تسامح. الأستاذة ثبتتك وفهمتك إن أنت هتبقى نجم وجابتك تصور معاها، وأنت بقى صورت وسلمتني أنا وسندس وكل اللي معانا، والباشا محامي جايبين يشوف الدنيا ويظبطها في النيابة. المرة الجاية هزفرها فيه. يا باشا يا باشا، أنا كنت بجرب السوستة. وانتي بقى عامله لي فيها الخضرة الشريفة وماشيالي مع الخوجة بتاعك. طب قبلي وقعدي، واللي يلعب مع الديب يستاهل التعذيب. وانت يالا عندك بنطلونين وقميصين كنت مديهم لك تكسي نفسك بيهم. بعد العصر يبقوا عندي في السايبر مكويين ونضاف. بكره تقع من على النخل يا بلح. نورت يا دي. بنورك يا بطل. سلام يا نجم. ذوق غريب قوي صاحبك ده. عارف، بس هو الوحيد اللي هيقدر يظبط لنا الطريقه اللي هنجيب بيها مستندات راغب. هي دي الطريقه الوحيده اللي تخلينا ممكن نخلص كلنا منه. كلنا مين؟ كلنا. انا وانتي كلنا، يعني كلنا. بس راغب استحاله يكون عنده المستندات دي، دي فيها اسامي الناس اللي بيهرب لهم الفلوس. يعني لو عرف اسامي الناس دي يبقى لازم يموت. هتكون عنده ازاي يعني؟ امال هتكون عند مين يعني؟ عند فاروق رمى، او هيدي مرزوق، ادم صاحبي ريام عبد العاطي، مديره مكتب راغب منصور. اهلا وسهلا. اهلا. بس هو حضرتك تعرف ادي وفاروق منين؟ بصي، هو لما مالك شرح لي مشكلتكم انتوا الاثنين مع راغب، اضطريت ان انا اخش اهاك على كل حساباته، يعني انستغرام، فيسبوك، الميل بوكس بتاعه. قدرت من خلال الهاكينج ده ان انا اعرف ان في حد مهم جدا في حياه راغب اسمه ايدي مرزوق، وان في حد اهم منه اسمه فاروق رماح. طبعا انت كده اكيد عرفتي انا ازاي عرفتهم وازاي عرفت موضوع المستندات. المهم اللي وصلت له في الاخر ان اللي جوه المستندات دي لو اتعرف، راغب منصور هيتمسح من على وش الدنيا. وبيتهيألي ان ده بقى هدفكم انتوا الاثنين، عشان يعني تعيشوا في امان ومن غير خوف. صح؟ صح. مين؟
نتكلم بعدين. بصي، هو الموضوع بسيط جدا. المطلوب دلوقتي ان في حد لازم يدخل بيت ايدي مرزوق ويدور على الدوكيومنتس دي ويجيبها لنا. مين الحد؟ يعني حد زي انت. لا معلش انا اسفه، مش فاهمه. هو مش قصده حاجه يعني، هي الفكره كلها ان انت هتخشي بيت ايدي وتعرفي مكان المستندات وتجيبيها بس، مش اكتر. وانا المفروض ادخل بيت ايدي ازاي؟ لا دي بتاعتك انت بقى. المطلوب انك انت تدخلي بيت ايدي وتبقي انت وهو لوحديكم، حتى الخدامين ما يبقوش موجودين. انما ازاي دي بقى انت وشطارتك. ايوه مالك، في مكان نتكلم فيه لوحدنا؟ لا قدامي يا مالك. يا عم البس انت لوحدك، انا عالي. هو انا غلطت في حاجه؟ اطلاق. هقول لي بقى، ايه الرساله اللي ضايقتك قوي دي؟ دي زفت رماح. بقول لك ايه يا ادم، انا عايز اقفل الباب ده تماما ومش عايز ارجع اشوفها تاني. طب ممكن تهدى شويه؟ انا هتصرف وهقول لك امتى تعمل كده بالظبط. اوكي. بقول لك ايه، افكارك دي تخليها لك انت. انا خلاص ما بقتش اثق فيك. انا موجود هنا بس عشان مالك. غريب. يعني انت موافق على اللي هو بيقول عليه ده؟ انت موافق ان انا اروح اسلم نفسي لادي عشان اجيب لكم الدوكيومنتس اللي انتوا عايزينها؟ انا مش فارقه معاك للدرجه دي يا مالك بجد؟ ريام، انا وانت في مركب واحده، يعني اللي هيقع فينا هيجر التاني وراه، وانت لو وقعت في ايد راغب وساومك على حياتك عشان تسلميني هتسلميني، وما تقوليش حاجه غير كده، صح ولا لا؟ طب ما انت كمان لو وقعت في ايده هتعمل نفس الحكايه. انا مربوط في رقبتي ناس كتير قوي يا ريام. قول ستات كتير قوي يا ريهام. لا انا بقى ورانا بقى ولا رانيا ولا ايناس ولا لا لا لا، عزه امي ونغم بنتي وانت حبيبتي. حبيبتك؟ ها لو انا حبيبتك بجد ترضالي ان انا اروح اسلم نفسي لراجل غريب؟ مين قال كده؟ مين قال انها هتوصل لكده اصلا؟ صاحبك ادم لسه قال كده وقدامك. هو ما قالش حاجه غير ان انت هتخشي بيت الراجل ده برضاه، عشان ما ينفعش تخشي بيت اي حد غير برضاه، ما قالش اكتر من كده. والست ما تقدرش توصل الراجل للدرجه دي غير بطريقه واحده بس. احنا مش هنوصل للحته دي بقى. حلو. يعني ايه؟ احنا بقى جايين هنا عشان نعرف يعني ايه وامتى وازاي وليه. مش هتسيبني لوحدي؟ مش هتسيبني لوحدي يا مالك؟ طب احلف. وحياتك، وحياتك يا ريهام. ايه ده؟ ده ايه ده؟ دي هتلاقيها بلاعة ولا حاجة، مش عارف والله. تعالي نروح بس نكمل كلامنا معاهم، يلا. فعلا خلاص مش قادر اكمل في الموضوع ده تاني، ومش قادر اكذب على ياسمين. انت مش مضطر انك انت تكذب، ما هو انت لو ما غلطتش ياسمين مش هتعرف حاجه ومش هتكلمك في حاجه عشان تضطر انك تكذب. مش فاهم انت بتفكر بالمنطق ده ازاي. انهي منطق؟ اللي انت بتقوله. مجرد احساسي ان انا كذاب وخاين دي مشكلتي انا مش مشكلتها هي، وهفضل احس الاحساس ده كل ما ابص في عينيها، كل ما تبعت لي مسج، كل ما تيجي في بالي. اولا ده اسمه احساس بالذنب ما اسمهش كذب. وعلى فكره الاحساس ده ممكن ما يبقاش عندك خالص،
لو فضلت محافظ على علاقتك بديدي من غير ما تغلط معاها هتبقى عارف ومتأكد من جواك انك انت عامل العلاقة دي كلها علشان نخلص من ورطتنا مع راغب، وبعد كده هتنطرها. ما انت كده كده عاوز تنطرها. كل المطلوب منك انك انت تأجل البانش شوية زي الغلبان اللي عمال يهري بره ده، هو في نفس الحالة بالظبط. لا انا وضعي مختلف. الشغل اللي جاي ده ما يديناش اي مبرر ان احنا نحتفظ بديدي. الدوكيمنتس بقت خلاص مع ايدي، يعني رماح ده خلاص بح. طب وافرض بقى ما لقيناش الدوكيمنت ده عند ايدي، هنبقى مضطرين ان احنا ندخل قلعه فاروق رماح، ودي بقى مش هينفع نخشها بالعافيه ولا نقتحمها. ده احنا لازم نروح معزومين ومفتوح لنا كل الابواب ومن غير اي مجهود، وبيتهيألي مفيش حد ممكن يقدم لنا الخدمه دي اكتر من بنته الوحيده، مش كده ولا ايه؟ يعني الموضوع ده هيخلص بمجرد ما ريهام دي تجيب لنا اللي احنا عايزينه من ايدي؟ بالظبط. يا صابت وخلصت من ديدي خالص، يا خابت وبقيت هي اللي لازم تخلصنا. خلاص يا جماعة، مالك فهمني على كل حاجة، وعدني ان هو مش هيسيبني ثانية واحدة مع ايدي لوحدي، مش كده؟ بس انا بقى عايزة اسأل حضرتك سؤال، انت ايش ضمنك ان ايدي هيوافق اني اقابله اصلا؟ ما هو انا لسه قايلك ان انا عملت هاكينج على كل حساباته، فبعد اذنك طبعا قريت بعض المحادثات اللي ما بينك وما بينه، فعرفت ان هو مركز معاكي بزياده حبتين. ايه ده؟ لا هو بيقولك هو اللي مركز معايا مش انا. ولو مالك بغير يا ادم. عارف، بس اهدى شويه. طب بقول لكم ايه، عايزين بقى نرجع نتكلم في البلان، عشان انا نفسي اروح مره واحده بس بيتنا قبل الساعه 12. انت اوكي معانا؟ اوكي تمام، انطلق شوف شغلك. اوكي بصوا بقى،